موقفك في سالفة جويهل موقف رجولي، ما حد ينكر ذلك، رجل حاولت تحافظ على نسيج الوحدة الوطنية. هذه المتابع يدرك أن عبد الوهاب ما انجرف في التيار هذا، في ناس عندكم انجرفوا في القناة وفي الجريدة وفي غيرها وفي قنوات أخرى. عبد الوهاب العيسى ما كان في هذا الجانب، لكن عبد الوهاب العيسى جت فترة غلط غلطة على في السعودية، ما نبي نكررها، تذكرها اللي هي بقايا الحجاج وهذه ما نبي نقول باقي التغريدة. ما كان هذا نهج وهذا خط عبد الوهاب العيسى، راحت قلنا غلطة، لكل إنسان يعني لكل حصان كبوه. قبل فترة تكلمت عن عودة المعارضة للحظر بعد يعني مقاطعة انحسار القبائل، نعم بعد انحسار المعارضة القبلية مش عارف ايش، وعادة المعارضة للحظر بعد اعتزال الجيل الذهبي. ما تعتقد هذه يعني ان عبد الوهاب العيسى ما تطلع منه؟ نعم، اولا بالنسبه حق هذه التغريده انا قاعد اشخص واقع سياسي. انا بوجهه نظري بان الحياه السياسيه اليوم في الكويت والعمل السياسي في الكويت والكتل السياسيه اللي موجوده بالكويت هي كتل اجتماعيه في الاصل تمارس عمل سياسي. بمعنى الجماعه الفلانيه دائما تلقاها بلون معين، اللهم يعني ببعض التطعيمات حتى تحاول تشوفهم يدزونهم في يعني قياده الـ ما اعتقد مدى دقه هذا الكلام. يعني جعفر شوف القبائل مثلا، على سبيل المثال اللي تكلمت عنهم، قبائل جزء كبير منهم مع الحكومه وجزء الاكبر مع المعارضه، يعني ما ما يقاس. بس خلني اكمل انا ابو سلمان على الطريقه اللي انا اشوف فيها الواقع السياسي. انا اشوف ان الواقع السياسي في الكويت ما هو واقع سياسي، هو واقع اجتماعي بفترينة يعني سياسية. وبالتالي أنا كان عندي هدف من التغريدة اللي هو الكلام اللي أنا قاعد أقوله الحين، كنت أبغى أوصلها بطريقة سريعة ويعني مباشرة لما شفت ولافتة بنفس الوقت، يعني ملفتة بنفس الوقت، يعني ملفت المسج يعني. كنت أبغى أوصله، والمسج اللي كنت أبغى أوصله ب 140 حرف ما أقدر أشرحه مثل ما أنا الحين يعني ماخذ راحتي بالشرح معك. فأنا دزيت هذه التغريدة لأني بوصل هذا المسج، ما همني في ذيك الساعة كانت مكلفة يعني الفاتورة ولا لا؟ لا ما حسيت بالكلفة اللي يعني أنا حتى كان في انتقادات علي يعني من لأنك مالك خصوم، ما تطرح رأي فخصومك قلة. أنا أمانة يعني اللي ضايقني إن في ناس كثير أزعلت، وأنا دائما ما أحب أزعل أحد، لكن الجانب الإيجابي في الموضوع هو إن الرسالة اللي أنا أبيها وصلت. قد أكون بالغت شوية في أو كنت أجرأ من اللازم، يعني أنا ما عودت الناس، يعني يمكن لو محمد لو شيحي قايلها بطريقة أخرى كان يمكن ما الناس تقبلتها عادي. قال ألغى منها أي بس لا بس أنا يجيني كان يجيني قصف بري وبحري وجوة اللي حوشك واحد المليون اللي حوشك حلقة القبائل مالته دمرت الدنيا. أي هي؟ مالت القبائل الحلقة؟ أي المقدمة كانت يعني اي مقدمة الحلقة، مع انك ضربت فيها ناس قريبين منك يعني بعضهم سياسيا اقصد. اي بس هذه انا اقول يعني فاتورة مكلفة، ما في شك. قلت لك انا يعني ايضا ما ابي ارجع للحديث، جرني الحديث عن نفسي ببعد لكم. خلينا نتكلم عن الحيادية، اخلصت الاجابة. اي بس الوقت. بس ابي اثبتها ان الهدف من هذه التغريدة اني اوصل رسالة للمجتمع ان نظرتي للمشهد السياسي الكويتي هو حراك اجتماعي في الاصل، مغلف بغلاف سياسي. اي غلاف سياسي، يعني انا لما البس فترينه التحالف الوطني مو لاني انا الليبرالي، ربما لاني اكون قريب الى الطبقه التجاريه. لما والدليل على ذلك يقول اني اشيل البدوي الليبرالي، وكان الليبراليه اي العمل حكر الشعبي عليه العمل الشعبي على سبيل المثال. يمكن لو واحد قريب من كتله من او من الطبقه التجاريه قد ما تشوفه يعني كغالبيه كمجموعه ما في العمل الشعبي. اتي طبعا في ما يركب واحد ثري وتاجر لازم تلبس مثل سعد العجمي. لا لازم تلبس زبده ها يعني فهذا ياكد الله يسلمك. نوجه له التحيه ونوجه للداهم جات اسماء في السيره. بس صدره ضيق ومحمد ترى سعد اي والله ما يتقبل النقد. الله اختلف وياك، ما يعني ما بيتكلم ك ان ابن عمه وكذا، بس عموما يرده جعفر الحياديه. نعم